خلافية بالنسبة لتارك الصلاة، مسألة خلافية بين أهل العلم، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة، طبعا نتكلم عن تارك الصلاة تكاسلا، وإلا تارك الصلاة جحودا كافر بالإجماع. اللي يترك الصلاة جحودا، اللي يقول ما في صلاة، يقول هذه لعب، هذه تمارين، هذه كذا، طيب هذا كافر بالإجماع. لكن الذي يترك الصلاة ويقول الصلاة واجبة وهي حق وكذا، لكن مرة تنسى وتكاسل وكذا، وأحيانا يصلي وأحيانا يترك، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. فبعض أهل العلم يرى أنه كافر مخلد في نار جهنم، ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يورث، الأحكام الكافر بشكل عام. وبعض أهل العلم يرى أنه ليس بكافر، ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة. والذين قالوا ليس بكافر يعني حكموا عليه بحكومة شديدة، فقال أحمد ومالك والشافعي إنه يقتل حدا، يعني يقتل ويدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويكفل، لكن يقتل كمثل شلون الزاني يقتل وهو مسلم، قال هذا يقتل وهو مسلم لكن يقتل ما يترك. ومذهب أبي حنيفة أنه يسجن حتى يموت أو يصلي، يعني حتى الذين قالوا ليس بكافر لم يتركوه هكذا، وإنما حكموا عليه بأنه يعني إما يقتل وإما يسجن حتى يموت، أكبر من الكبائر. إيه نعم نعم نعم، هذا الذي يظهر الله العالم من الكرف.